النظام. يشرف موسوي حاليا على الأكاديمية الإيرانية للفنون، فهو مهندس معماري بارز ورسام أقام معارض عدة للتصوير الفوتوغرافي والرسم. كل ذلك لم يمنع موسوي من أن يكون له ميول سياسية مبكرة بدأت خلال دراسته الجامعية، حيث انخرط في الحركة الطلابية المناهضة للشاه ليؤسس بعد تخرجه حركة الإيرانيين الإسلامية، ليعود مرة أخرى وينخرط في الثورة التي قادها الخميني عام 1979. نشاطه السياسي المميز أوصله إلى تولي وزارة الخارجية في زمن الرئيسين أبو الحسن بن صدر ومحمد علي رجائي، كما تقلد منصب مدير المكتب السياسي لحزب الجمهورية الإسلامية الذي انضم إليه. الظهور الحقيقي لموسوي كان في أكتوبر تشرين الأول عام 1981 عندما أصبح رئيسا للوزراء، ليظل في هذا المنصب حتى إلغائه عام 1988، ليكون بذلك رئيس وزراء إيران طيلة فترة الحرب العراقية الإيرانية. غاب موسوي عن عالم السياسة رغم عمله مستشارا للرئيس محمد خاتمي بين عامي 97 و2005، ليعود إلى الأضواء بعد قراره الترشح لمواجهة محمود أحمد نجاد في انتخابات الرئاسة الإيرانية. يحظى موسوي بقبول لدى كثير من الإيرانيين الذين لا يزالون يتذكرونه عندما كان رئيسا للوزراء، فقد أبلى بلاء حسنا في إدارة البلاد في تلك الفترة، وذلك في ظل الحرب من جهة والضغوط والعقوبات والحصار الذي فرضته عليها الدول الغربية من جهة أخرى، حيث حال دون وقوع أزمة اقتصادية أو سياسية بالدولة. موسوي ذكر أن الأهداف الرئيسة التي ينوي إنجازها حال انتخابه رئيسا للجمهورية هي تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وحرية التعبير وقطع جذور الفساد وتطوير ودفع النواحي الاقتصادية في الدولة، كما أكد أن سياسته الخارجية ستكون سياسة وفاق، لكنه في الوقت نفسه يرفض كما أحمد نجاد التنازل عن امتلاك التكنولوجيا النووية ذات الأغراض المدنية. يدخل مير حسين موسوي السباق الرئاسي معتمدا على تجربته السابقة في الحكم، آخذا بالاعتبار تطور الأوضاع الداخلية والإقليمية المحيطة بإيران وتحديات اقتصادية وأمنية تصل لدرجة الخوف على الدولة والنظام من تداعياتها. خليل لبد، بي بي سي. أعود إلى ضيفي إذن حميد جول شريفي المحلل السياسي. أستاذ حميد، مير حسين موسوي المرشح الأبرز، ما هي حظوظه؟ حظوظه كثير جدا، هو يوصف نفسه بأنه هو إصلاحي ولكن يرى إلى الأصول ويتراجع إلى الأصول لحفظ الإصلاح على نفس الأسلوب. كفاءته في الثماني سنوات خلال الحرب أعطى صورة قوية منه بأنه شخص قادر وكفوء لإدارة الدولة. هو كان رئيس وزراء وفي ذلك الوقت وقت كان ضغوط خارجية، مقاطعات اقتصادية، الميزانية كانت رفيعة قليل المستوى، عوائد النفطية كانت حوالي 7 مليارات دولار وليس أكثر، وهذا كان رجل استطاع في ذلك الوقت أن يدير البلاد مع هذه الإمكانية المالية الصغيرة، ولكن في نفس الوقت لن نرى التضخم، وفي نفس الوقت كان هناك نمو في المجالات الطبية وكذلك الاقتصادية وبناء بعض المشاريع الخاصة الذي هو يقول بأنه 90 مشروع وطني بني في دورة 8 سنوات الذي كان هو يقتل. على ماذا يعتمد في مخاطبته للناخبين ومحاولته الفوز بأصواتهم أمام أحمد نجاد؟ النقاط الرئيسية لديه البرنامج الكامل في الاقتصاد، هو يقول أريد أن أجعل من النفط سياسة وماكينة للتحرك والنمو الاقتصادي، أريد أن أضغط على الواردات وأستعين بالعمل الوطني وكذلك الانتاج الوطني واعطاء حمايه للزارعين للتوليد الاكثر وعدم واردات المحصولات الزراعيه واعطاء نموا اقتصاديا من هذا الشكل في داخل البلاد، وكذلك اعطاء نموذج جديد بان يريد برنامج انتقال السلطه المركزيه الى المحافظات عكس ما يقول محسن رضاي 9 فدراليات، هو يقول اريد ان انجز الاصل الموجود في الدستور الايراني، انجاز مجالس شورى لجميع المحافظات، ومن هذا الطريق مجالس المحافظات
يستطيعون أن يقرروا مصيرهم، وفي الوقت آنه يريد أن يشكل المحافظ المجلس الشورى للمحافظات، وهذا يعطي طابع بأن المجلس الأعلى للمحافظات المجلس الشورى الأعلى للمحافظات له نفس الصلاحيات التي لديها الدولة، وتستطيع أن تعطي لوائح للمجلس، وفي هذا الإطار يكون هناك لا مركزية تطور في الحكم لا المركزية وتطور في أمور المحافظات. من يؤيد مير حسين موسوي ومن يعارضه في إيران؟ من يعارضه، يعني نحن نعلم لما كان هو في مصدر الحكم في رئاسة وزرائه كان بعض المحافظين في نفس الوقت يعارضونه كرئيس وزراء، يعني نعلم أن المؤتلفة الإسلامية الذي معروفة في إيران وهم بعض الرجال المتدينين وكذلك رجال السوق هم كانوا في الدولة وخرجوا من الدولة أو ضغط عليهم موسوي ليخرجوا من الدولة، وكذلك بعض الأجنحة الموجودة في المحافظين كانوا في الدولة وكذلك خرجوا بسبب عدم توافقهم بالسياسات سيد موسوي، لهذا التيار المحافظ كثير منهم لا يريدون أن يكون موسوي رئيسا للوزراء لأنه يتذكرون ماذا جرى في أوان الحكم لما كان رئيس للوزراء. إلى المرشح الإصلاحي الآخر وهو المرشح الرابع مهدي كروبي، يعد أحد أبرز أقطاب التيار الإصلاحي في إيران، يلقب بشيخ الإصلاحيين. وعد كروبي في حال فوزه في الانتخابات بقيادة طهران نحو الانفتاح وإدخالها في مفاوضات مع خصومها التقليديين وأبرزهم الولايات المتحدة، كما تعهد بتحسين صورة إيران في الخارج بعدما شوهها أحمد نجاد على حد قوله، ووعد بإصلاح اقتصادي يحل مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب الإيراني. ولد مهدي كروبي في الياكودرز التابعة لمحافظة لارستان الإيرانية في عام 54، توجه إلى الدراسة في الحوزة العلمية، وبعد عقد من الزمن بدأ دراسته الجامعية في كلية الإلهيات بجامعة طهران. الثورة الإسلامية عام 79 انتخب مهدي كروبي نائبا عن أهالي الياكودرز في أول دورة لمجلس الشورى الإسلامية. دخل كروبي البرلمان الإيراني في دورته الثانية نائبا عن مدينة طهران، واختير في حينها نائبا لرئيس مجلس الشورى الإسلامي، ثم أصبح رئيسا للبرلمان بين عامي 89 و92 حين كان التيار الإسلامي المحافظ يهيمن على مجلس النواب الإيراني. دخل وهو في 72 من العمر حلبة الانتخابات الرئاسية الحالية، شعاره التغيير والحفاظ على حقوق المواطنة وتعزيز دور المرأة الإيرانية في الحياة السياسية. المناظرة الساخنة بين أحمد نجاد وكروبي كانت أكثر النقاط إثارة في الحملات الانتخابية. كروبي هاجم بشدة سياسات أحمد نجاد، وكان من السياسيين القليلين الذين انتقدوا موقف الرئيس الإيراني محرقة اليهود، ووصف السياسة الخارجية التي ينتهجها نجاد بالعقيمة. في عام 2002 وبعد اعتقال أحد السياسيين الإصلاحيين، سار كروبي على رأس تظاهرة تندد بالمضايقات الأمنية التي تطال النشطاء السياسيين في إيران. وفي 2005 رشح كروبي نفسه لأول مرة للانتخابات الرئاسية الإيرانية، تمكن من الحصول على أصوات كثيرة من الناخبين من سكان المحافظات الغربية في إيران، وقد حل ثالثا في تلك الانتخابات التي اتهم أطرافا داخلية بالتدخل فيها ودفع الأموال للتأثير على نتائجها. هذا المخضرم السياسي الذي يعد أحد أقطاب التيار الإصلاحي الليبرالي وعد بتطبيق إصلاحات معتدلة تنبع من مبدأ الوسطية السياسية التي يتبعها. في حال انتخابه رئيسا لإيران، وعد كروبي بإعلان نوع من الهدنة السياسية مع بعض الدول، وهو ما اعتبره كثيرون ابتعادا كبيرا عن سياسة أحمد نجاد التي دأبت على المواجهة. ودعا إيران إلى الاستعداد للدخول في مفاوضات مع خصومها وخاصة الولايات المتحدة بشأن عدة قضايا خلافية وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، ولا يرى في ذلك تناقضا مع السياسة الخارجية التي حدد أطورها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية. ما يميز رجل الدين الإصلاحي هو درايته بما يدور في كواليس السياسة الإيرانية، ورغم تكوينه الديني إلا أن توجهه الليبرالي والإصلاحي أغرى فئة الشباب للالتفاف حوله، وجعل منه فعلا كما يسميه أتباعه شيخ الإصلاحيين. عبد القادر بلحاج، بي بي سي.
المرشح الرئاسي الإيراني إذن مهدي كروبي شيخ الإصلاحيين كما يلقب. أستاذ حميد، كروبي جرب حظه قبل هذه المرة ولم يحالفه الحظ، ما الذي يجعله يعتقد أنه قد يفوز هذه المرة؟ لديه برنامج خاص، وهو يتصور بأن كثير من الشعب يميل إلى برنامجه الاقتصادي والسياسي، وهو أكثر صراحة بالنسبة للإصلاحات حتى من السيد مير حسين موسوي، ولديه بوضوح يعلن ما